بإذنك ارفعي الصوت. لو سمحت يا دكتور، انا كنت باخد تنسيق بس ما حصلش حمل، فرحت عملت سونار كان طلع كيس وظيفي معايا بصوت. ايوه كيس وظيفي 7.5 × 7.5، ده كبير قوي. فالدكتور قال لي ناخد سنتين منع حمل يعني ونتابع بالسونار، فهل الكلام ده صح ولا لو مستحق ايه مثلا اجراء الفحص اللي اعمله؟ شكرا. حاضر، هجاوب حضرتك. طيب، اولا كل الستات اللي بتاخد تنشيط للتبويض، اي انثى بتاخد تنشيط للتبويض عرضه لتكوين اكياس على المبيض. هذه الاكياس واحد من المضاعفات المتعارف عليها اللي بتحصل الى ما يقترب من ربع او تلت الستات اللي بياخدوا تنشيط للتبويض. الاكياس دي بتبقى عباره عن بويضه كبرت وخرجتش، الاكياس دي عباره عن كيس ميه، الاكياس دي لا ضرر منها، الاكياس دي اغلبها بمجرد ايقاف المنشط بتبتدي تروح. طبعا في ستات عرضه لتكوين اكياس بدرجه اعلى، الستات اللي عندهم هرمون اللبن عالي وما اتظبطش، الستات اللي عندهم مرض البطانه المهاجره، الستات اللي عندهم تكيس مبيض والخلل الهرموني لم يتم ضبطه قبل اخذ المنشطات. بعض انواع التنشيط تكوين الاكياس اعلى معاها من انواع اخرى، بعض السيدات عرضه للاكياس اكتر من سيدات اخريات، لكن تكون اكياس مع المنشطات شيء وارد وشيء بسيط وشيء سهل ولا مشكله فيه ولا يحتاج لجراحه. مجرد ايقاف المنشط قد يفي بالغرض الاسرع ان ندي اقراص منع الحمل. دي بتهبط نشاط المبيض وتضبط الخلل الهرموني اللي موجود وتقلل حجم الاكياس، ثم نعاود التنشيط بعد ضبط اي خلل هرموني او اي عوامل ترجح لتكوين اكياس، واستخدام انواع من المنشطات احتماليه الاكياس معاها اقل.